لكن هما النهار اللي درك هما قرروا على جلب باش يتنحى القايد صالح بالاتفاق مع هذه الجماعه. درك الان راه فضحتهم هذيك الرساله نتاع وسمو نتاع زروال، وفضحتهم التصريحات نتاع نزار. لما هما قرروا على جلب باش يتنحى القايد صالح، القايد صالح راني قلت لكم انا لقى الحراك، والله العظيم لو كان ما هذا الحراك لو كان كلاو الورسو الحراك هذا. درك هو لما شعب خرج، هما قلت لكم راهم في البدايه حاولوا على جال باش هما فقط يوقفوا العهده الخامسه، وكانوا يمانيبيليو في ناس، والناس في الاغلبيه نتاع الشعب الجزائري كانت متوجسه وخايفه. خايفه هو انه تعاود تدخل الجزائر في نفق، خايفين هو انه تعاود ترجع الجزائر الدماء والدموع، وكذا كانت الناس خايفه. لما هما هاد المجموعة نتاع الدول العميقة كانوا هما يحوسوا فقط يمنعوا واش اسمه العهدة الخامسة، ولكن هما متحكمين في الإدارة، متحكمين في الإعلام، متحكمين في المال، وقادرين هما يعقبوا بالناحية القانونية يعقبوا شخص واحد آخر. يعني هما لما يمنعوا بوتفليقة معناتها السعيد راح، والجماعه اللي دايرين به والجنرالات هذوك ما عندهمش بوفوار اللي ليه، راهم في الصفوف الاخرى ما عندهمش بوفوار. هما راه الحكومه في يدهم، كان ويحيى. ومن بعد شي اللي حصل وشي هو انه هاد الجماعه نتاع بوتفليقه لما دوك صرا هذا الحراك، هذا القايد صالح لما هما حبوا ينحيوه هو خرج عليهم الطريق، خرج عليهم الطريق، قال لهم انا ما نستعرفش بكم، صاي سي بون حبيتوا تلعبوها لنا دوكا باللي خلاص خي على بالكم خي على بالي به باللي راهو مريض وماهوش هو اللي دار هاي. درك هما هذا القايد صالح من بعد هو لقى هذا الحراك الشعبي اعتمد عليه. حراك شعبي واش كان يطالب؟ جماعه كانوا يحوسوا على الماده 102، من بينهم هذو جماعة نتاع الدول العميقة، خطر كانوا على بالهم باللي هما دايرين حتى هذه القوانين والله هذيك صايغينها، يعني قادرين كيما نقولوا مثل ما قلت لكم، يعني جبت لكم واحد المثال هكذا. انت يا هما راهم عندهم الجذور، تقطع انت واسمه ظلفة هكذا والله عارف والله او يخلف. حبوا هما يستعملوا هذه المادة 102 من الدستور، لكن بمجرد هو انه تم التغيير نتاع ويحيى رفضوها، خطر عليها راحت الحكومه من يديهم. هما كانوا يحوسوا يستعملوا اهانه للجماعه نتاع بوتفليقه، يخرج يستعملوا له هذه القضيه نتاع 102 من الدستور بحيث هو انه يعلن العجز نتاعو. دوك الجماعه هذوك ما حبوش، جماعه نتاع بوتفليقه ما حبوش، واش ولاو داروا؟ ولاو بداو يحركوا في ناس على جال باش يروحوا للزروال ولا لشخصيات اخرى، يحوسوا على شخصيه. وكان هذا واسموه هذا الاخضر الابراهيمي، عاودوا رجعوا فقط للتسجيلات تلقاوه باللي استقبلوا بوتفليقه شحال من مره استقبلوا بوتفليقه. علاش كان يستقبل فيه؟ يجي يقصر معاه برك، يجي هو يتقهوى معاه، وعنده علاقات وطيده لانه بنته متزوجه بخو هذاك الامير تاع الاردن، عنده علاقات مع الامريكان مع الفرنسيس، عنده علاقات جد ممتازه، وراهم مشى معاهم في عده ملفات من بينها انت الملف تاع افغانستان وتاع لبنان يعرفوه جيدا. وكان واحد من الناس اللي كانوا يراهنوا عليهم. درك هما مباشره لما تبدلت الحكومه نتاع يحيى خلاص، هذا القايد صالح هو كان هو بعث رسائل للشعب الجزائري، قال انه طالب بالماده نتاع 7 و8. واش خلاه هذه المده كامل؟ وعلاش راه مخلي الامور راه معطله؟ ما هي الاولويه الان للشعب وحتى للناس دوك اللي هما الان راهم هما خايفين من الوقت، ونحن نقاسمهم بعض القناعات وبعض المواقف. رانا نقاسموكم هذا التخوف، رانا خايفين على الجزائر مثلكم، ما نقولوش كثر منكم ما جيتي، ايه رانا خايفين على الجزائر مثلكم.
يا هل ترى ذوك انت يا الانسان اللي راك تحوس انت على جال الشعب الجزائري يروح حتى الكات جوي، علاه راه درك رانا في ماي، علاه تروح تستنى حتى الكات جوي؟ علاه اذا كان الناس راه خايفه مباشره راه درك كاينه حاضنه شعبيه، شعب الجزائري يطالب بذهاب هذا بن صالح وبدوي، فلتجتمع هذه القيادة العسكرية مباشرة. كاين بعض من الناس يقول لك الدستور، واش من الدستور؟ الدستور هذا كيف كيما يقولوا في البلاد الدب جيفة ومصارو حلال ولا كيف؟ أمنا عصابة، أمنا مخيطين الدستور، أمنا نهبوا الأموال، أمنا يتعاملوا مع جهات أجنبية وراح تحكي لي انت على الدستور؟ واش من الدستور هذا؟ دستور مين شافها؟ دستور بالي عليه بوتفليقه في 2008، والدستور ما راهيش الناس تخدم به، راني قلت انا عشرات ومئات الاف المرات. واش من الدستور هذا؟ وريو لي ترى هذا الدستور اللي يقتلوا به الناس، وريو لي ترى هذا الدستور، المواد نتاع الدستور اللي يمنعوا بها الناس من التنقل، وريو لي ترى هذه المواد نتاع الدستور اللي هما ينهبوا بها الاموال، وريو لي المواد نتاع الدستور اللي هما يتعاملوا بها مع جهات في الخارج ضد المواطنين نتاعهم، وريو لي المواد نتاع الدستور اللي هي تسمح لهم على جال باش يديروا صفقات مع دول اجنبيه على حساب الشعب نتاعهم، وريو لي. ما كان حتى ماده في الدستور، دستور هما مستعملينه كقناع تخفوا به ويطبقوا المواد نتاعو على الشعب، ودايرين هما كي شغل دي زوبستاكل، تتعدى انت واحد تلقى واحد، تتعدى واحد تلقى واحد، وقاعدين هما يستعملوا في هذيك القوانين على الشعب، لكن هما القوانين كلها تحميهم. لذلك الاخوه والاخوات ما لازمش نتوما تخافوا من هذه المساله نتاع الدستور او حتى فيه جهات اجنبيه. كاين هناك اشياء اللي احنا لازم نديروها، كاين فيه الان دوك راه صراعات راها موجوده منذ الوهله الاولى، ونحن نحذر من هذه الصراعات. اخويا هذا الاخوه اللي راهم في منطقه القبائل راني شفت انا ما عنديش هذاك اللف والدوران هذيك، ونتكلم بمسؤوليه. كاين اخوه في منطقه القبائل يثيرون في بعض المواضيع هذيك موش وقتها، وكاين منهم ايضا اللي هما يستغلوا في بعض المواقع. قال مثلا في الجزائر العاصمه جماعه تروحوا تصلي وما يروحوا يسبقوا لا غرون بوست بالدرابوات هذوك نتاعهم، وبعض الصور هكذا قالها ومع طب الناس وهذيك، والناس في المقابل يديروا في ردود فعل ثاني كيف يروح يهز لك هو ثاني اشياء اللي هي ضدك انت. ورانا نشوفوا فيها دركا يعني مؤخرا هذا الضرب نتاع ربراب وقضايا اخرى. يا اخي اذا كان راك متحوسوا على التغيير، كاين بعض المواضيع مش وقتها، ركزوا على العلم الوطني، ما تعطيوش فرصه لهذه العصابات اللي راها مازالت هي تستغل في مثل هذه المواضيع. اذا كنتم تحوسوا على التغيير، تحوسوا على التغيير فعلا، وتحوسوا على جال باش يكون هناك عمل جماعي. عارف انا باللي فيه ناس اللي هما يخافوا من الانتخابات، خاطر على بالهم برواحهم باللي اقليه في هذا المجتمع وما راهم راح يديو والو بالانتخابات. رانا على بالنا بهذه الامور، لسنا غرباء على هذا الشعب، ولا نحن اتينا من كواكب واحده اخرى، رانا ابناء الشعب ونعرفوا هذه التفاصيل. درك كاين هناك اولويات. هذه الجماعه يا اخي ركزوا على الوحده الوطنيه، ركزوا على العلم الوطني. كاين بعض الاشياء مش وقتها، خلي الناس اولا تركز على جل باش يكون هناك تغيير. حتى هاد الناس اللي راهم درك هما وراء القايد صالح ومانيش عارف انا ثاني حابين ثاني هما ايضا على جل باش هما يفرضوا بعض الامور، حتى الناس اللي راهم ايضا ثاني هما عندهم توجه اسلامي كيف وحابين هما ثاني ايضا يفرضوا بعض الامور، يا اخي مش وقتها، اكل مش وقتها. خليونا اولا نرتبوا الاولويات نتاعنا، تعرفوا باللي الجزائر راها مستهدفه ليس من الان، وما ناش الان في وقت الحساب، وما ناش الان في وقت نتاع تقسيم المغانم. خليونا اولا هو اننا
هاد الناس اللي راهم دركم متخوفين من هذا الوقت من عمل الوقت ومن حقهم، ونحن نقاسمهم ذلك، لانه درك هذا تاجيل هذا الحلول هذا راهو في صالح هذه العصابات وفي صالح هذه الدول العميقه، وقادرين هما في اي لحظه يعودوا يمسكوا الحكم بطريقه او باخرى، خاصه اذا ارتبطت الامور بشخص القيصر، والله قادرين يبعثوا له واحد يعطوا له الحس يقتلوه والله يسموه في كش حاجه وبسلامه بالعافيه، ومن بعد تدخل الجزائر في حيط. ماناش حابين احنا هو انه ندفعوا لهذا التعفين هذا. يا اخي خلينا نرتبوا الاولويات نتاعنا. دوك راه كاينه فيه مطالب شعبيه على مستوى الوطني تطالب بذهاب هذه المجموعه، لانها تعتبرها باللي راه استمرار للنظام، واش هوش اللي تغير.